السلام عليكم إخواني أخواتي، فيديو جديد. أتمنى أن كلكم بألف خير. معكم أخوكم عبد الحكيم. فيديو جديد وموضوع جديد لهذا الفيديو، وهو كيفية نشر بوست أو مشاركة بوست في جميع مجموعات الفيسبوك أو في جميع جروبات الفيسبوك بطريقة جد سهلة وبسيطة. ما عليك فقط ركز معي في الشرح وخليك معي حتى آخر الفيديو. وقبل ما أبدأ في الشرح، لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط لايك. نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي من جديد. نبدا في الشرح على بركه الله. نقوم بتحميل هذه الاضافه، راح اسيب لكم رابط تحميل هذه الاضافه اسفل الفيديو في الوصف. نضغط هنا على تنزيل، ننتظر حتى يتم اكتمال تنزيل الاضافه. الان تم اكتمال التحميل، راح نضغط هنا على حفظ الملف، ثم هنا راح تنبثق معك تنزيل. تضغط على تنزيل او يتم معك التحميل مباشره. تم تحميل الاضافه بنجاح. ثم بعد ذلك اخواني اخوتي، ندخل الى جوجل بلاي، ثم راح نقوم بتحميل هذا التطبيق. راح اسيب لكم رابط تحميل هذا التطبيق اسفل الفيديو في الوصف. وكذلك راح نقوم بتحميل هذا التطبيق يندكس براوزر بيتا ومتصفح. راح اسيب لكم رابط تحميل هذا المتصفح اسفل الفيديو في الوصف. ثم راح ندخل الى اول تطبيق زيب اكستراكتور، راح نقوم بالضغط على اعلم، ثم راح نعطيه جميع الصلاحيات. هذا التطبيق سليم 100% اخواني، لا تخافوا، انا بستعمله دائما. ثم اضغط ليس الان، ثم راح نقوم بالبحث على داونلود هنا اخواني. ثم بعد ذلك راح نبحث على الاضافه التي قمنا بتحميلها قبل قليل. هذه هي الاضافه التي قمنا بتحميلها قبل قليل. نضغط على ضغطه مطوله، ثم بعد ذلك راح نضغط هنا على ثلاث نقاط، ثم احنا ننزل قليلا، ثم احنا نقوم بالضغط على إزالة الضغط، ثم احنا نضغط هنا على التأكيد. ننتظر قليلا حتى يتم إزالة الضغط على الإضافة، ثم بعد ذلك نضغط على إغلاق. تم تحميل معنا ملف الإضافة بنجاح. لاحظ هذا هو ملف الإضافة. ثم احنا نخرج، ثم ندخل الى المتصفح الذي قمنا بتحميله قبل قليل. ثم بعد ذلك راح ندخل الى فيسبوك، ثم تقوم بتسجيل في الفيسبوك بالطريقه العاديه. ثم نضغط هنا، ثم نضغط هنا على علامه الزائد، ثم راح نكتب هنا، ثم راح نكتب هنا كروم اكستيسيون بهذه الطريقه. ثم نضغط هنا على جو. ثم بعد ذلك اخواني اخواتي، راح نقوم بالضغط هنا لتفعيل وضع مطور البرنامج هنا اخواني. لاحظوا حتى يصير باللون الازرق. ثم راح نلاحظ هنا تنبثق معنا ثلاث خانات هنا في الاعلى. نضغط على لود اول خانه، ثم بعد ذلك راح نضغط هنا على التشفير. ثم بعد ذلك راح نقوم بالبحث على تنزيلات، ثم راح نضغط على الملف الذي قمنا باستخراجه قبل قليل. ثم راح ننزل الى الاسفل، ثم راح نضغط هنا على المانيفست جيسون. تم تحميل معنا الاضافه بنجاح. لاحظوا اخواني، تم تحميل معنا اضافه بنجاح. ثم بعد ذلك راح نضغط مباشره هنا على ثلاث نقاط لاننا قمنا بتسجيل الدخول الى الفيسبوك. ثم راح نضغط هنا على اكستيسيون، ثم راح نضغط هنا على الاضافه التي قمنا بتحميل التي قمنا باضافتها الى المتصفح يندكس براوزر بيتا. الآن تم انبثاق معنا الإضافة بنجاح. نكتب هنا فيسبوك أوتو بهذه الطريقة. لاحظوا تم انبثاق معنا فيسبوك أوتو بوستر. نضغط هنا على ستار، ثم راح يتم تحميل معنا جميع المجموعات التي توجد على الفيسبوك الخاص بنا الذي قمنا تسجيل الدخول إليه إخواني. لاحظوا هنا تم تحميل معي جميع المجموعات التي توجد على الفيسبوك الخاص بي، وهي 33 مجموعة. ثم هنا راح تقوم بكتاب بوست، عملت بوست كتبت إخواني أتمنى تدعموا قناتي بالاشتراك وشكرا لكم جميعا، الله يسعد قلوبكم. ثم بعد ذلك راح نضغط هنا على سيلكت اول باللون الأخضر. راح نلاحظ هنا تم معنا تحديث جميع المجموعات. لاحظوا إخواني
تم تحديد جميع المجموعات، ثم بعد ذلك احنا نضغط هنا على Submit. هنا راح يتم إرسال إلى جميع المجموعات، لاحظوا هنا في الأسفل باللون الأخضر، لاحظوا إخواني هنا باللون الأخضر تم إرسال البوست بالطريقة الصحيحة. لاحظوا أنا راح يأخذ مني وقت لأنه راح ينشر في 33 مجموعة. أتمنى الشرح يكون لإعجابكم، أتمنى الشرح يكون خفيف ظريف على قلوبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد، ودعم الفيديو باللايك، وإذا كانت لكم أي أسئلة سيبوا لي التعليق أسفل الفيديو في الوصف. شكرا لمشاهدة الفيديو، باي باي.